إلى مصر، حيث أن انطلاق وهي مسرعة الأعمال المصرية والتي تقدم استشارات وبرامج للشركات الناشئة، أصدرت تقريرها النصف السنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري. وأشار التقرير إلى الحاجة لوضع استراتيجيات أكثر شمولا وأكثر استهدافا من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع التنمية لدعم الشركات الناشئة في القطاعات الأقل تمويلا. وبحسب شركة انطلاق، فقد تجاوز التمويل الجريء في مصر 88 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي عبر 39 صفقة. الجدير ذكره أن هذا الرقم يعد تراجعا بنحو 75% عن نفس الفترة من العام المقبل. الزميلة فهيمة زايد التقت بالرئيس التنفيذي لشركة انطلاق محمد إيهاب، والذي تحدث عن أهم مخرجات التقرير. النسخة الثانية خاص بقطاع الأعمال في مصر عن النصف الأول من سنة 2024. إحنا الأرقام من ناحية الأرقام، السنة اللي فاتت شركات ناشئة جمعت استثمارات بأكثر من 600 مليون دولار، النصف الأول السنة دي مجمعين بأكثر من 85 مليون دولار. الحمد لله بعد تثبيت سعر الصرف وتأثير الاقتصاد المصري وقراراته الأخيرة، بدأ قطاع الأعمال في مصر بدل ما كان دايما المركز الثالث في المنطقة، بدأ ينتقل للمركز الثاني، وفي بعض من الشهور كنا المركز الاول من ناحيه حجم الاستثمارات اللي تم ضخها. دايما بنتكلم على اكثر الاستثمارات اللي تم ضخها في الشركات الناشئه في مصر، دايما بتيجي في الاول التكنولوجيا الماليه، كمان كان في نمو في الاستثمارات اللي تم ضخها في التكنولوجيا الخاصه بالصحه، سلاسل الامداد والخدمات اللوجستيه كمان بوجه عام. اهم التحديات اللي واجهت الشركات خلال النصف الاول من العام الحالي؟ التحديات دايما كانت طبعا الظروف الاقتصاديه اللي مش بس في مصر انما في الظروف الاقتصاديه العالميه، ده اثر بشكل كبير على راس المال المخاطب بشكل عام في العالم كله، وطبعا اثر بالتوالي على مصر. بس في نفس الوقت زي ما كنت بقول لحضرتك، النمو كان موجود خلال السنه اللي فاتت، في نفس الوقت خلال النصف الاول من السنه دي بدانا نشوف جوع للمركز الثاني والاول كمان في المنطقه من ناحيه حجم الاستثمارات. ابرز الشركات اللي حصلت على تمويلات؟ أكتر الشركات كان طبعاً شركة زي حالاً، شركات تانية في مجال التكنولوجيا المالية وهكذا، في منهم جمع سمارت أكتر من 100 مليون دولار، في أكتر من كده، في أكتر من 20 و30 مليون دولار وهكذا، في مراحل مختلفة في عملية جمع سمارت. بالنسبة للتوصيات، يعني أكيد التقرير بيشمل بعض التوصيات ل يعني زيادة الاهتمام أكتر بريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، أهم التوصيات؟ التوصيات طبعا كانت محتاجين نركز على جزئيه الشمول الاجتماعي والشمول كمان الجغرافي، محتاجين نوزع برامجنا مش بس في القاهره، احنا عندنا للاسف 92% من الشركات الناشئه مركزه في القاهره الكبرى، فعندنا لسه مجال كبير جدا لتوسع البرامج وتوسع الاستثمارات بره نطاق القاهره الكبرى، محتاجين كمان نشتغل على الشمول الاجتماعي كل فئات المجتمع، دعم المراه في قطاع الشركات الناشئه، عندنا 13% بس فقط من الشركات الناشئه من ناحيه شركاء الشركات الناشئه من السيدات، فمحتاجين نزود الرقم ده. ففي كذا حاجة بخصوص كمان الشمول المالي، في حاجات بخصوص جذب استثمارات، بخصوص حوافز للمستثمرين وهكذا.